صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور. مشاهدي قناة CTV في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الخميس 24 أغسطس 2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة، واللي عيد ميلادهم النهاردة بتاريخ 24/8 كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. صباح الفل. صباح الفل. ازي حضرتك؟ ليه متردد تصبح عليا؟ ايه؟ لا ليه متردد تصبح عليا؟ انا لسه راجع من اجازه، مش عارف ايه علاقه، يعني مش عارف ان احنا كنا مصبح ولا لا. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، صباح السعاده، صباح الابتسامه، صباحكم كده يا رب كل رزق وعافيه وراحه بال وكل الحاجات الحلوه وامنياتنا الجميله على كل مشاهدينا الغاليين المريحين في كل مكان. المريحين؟ زودت كلمه النهارده. لا حلو. ناس لا. مريحه يعني. لا انت تحب تضيفي اضافه كويسه يعني. ليه بقى؟ لان احنا بنقعد معاهم ساعتين نرغي 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 والناس مستحمليننا. ما بحدش بيقاطعك. المفروض ساكتين ما حدش بيقاطعني. المفروض حد يطلع من الشاشه يقول لك كفايه. لو انتوا شايفين ان انتوا المفروض تقاطعوني وبتضايقوا من كلامي وعايزيني اسكت، تقدروا تبعتوا لنا او تتصلوا بيا تقولوا لي مش عايزين نسمع صوتك. طيبه قوي، طيبه قوي. بس خلاص، فهي ناس مريحه. لا انت طيبه قوي يعني. يلا ما تيجي نتكلم عن الناس المريحة. نتكلم عن الناس المريحة، اتفضل. ايه صفات الناس المريحة؟ وشايف نفسك انسان مريح ولا لا؟ يا سلام. سؤال صعب. لا ما يعني ما اقدرش اقول انا شخص مريح، اكيد انا مريح لناس كتيرة ومش مريح لناس كتيرة، يعني ده الطبيعي. بصي انا يعني عندي وجهة نظر في الحياة دي، ان فكرة ان الناس كلها شايفاك كويس دي فكرة مجنونة. يعني فكرة مجنونة جدا، يعني فيها يعني حاجه من الجنون ان حد يشوف نفسه ان هو الناس شايفاه كويس. يعني ازاي يعني ما ده يعني مين من يعني مين الناس كلها اجتمع يعني، فدي حاجه صعبه جدا. فاكيد انا مريح لناس ومش مريح لناس تانية. لكن مثلا بصي انا كنت كده يعني كان سمعت حاجه، اعتقد كان قالها قداسه البابا، كان بيتكلم على كلمه حاضر. فبيقول ان الموسيقيين بيقولوا ان كلمه حاضر ليها مردود حلو في الودان، اللي هو كلمه حاضر بتريح. ايوه اتكلمنا على موضوع بتريح، دي بتريح من انهي ناحيه؟ لا بعيدا عن ان احنا بنقولها على الفاضي والمليان. ايوه ده اللي قصدي. بس هي في كلمات، يعني في ناس عندها كلمات مريحه زي كلمه حاضر. يعني تخيلي مثلا واحده جوزها طلب منها بنرفزه كده حاجه وبتاع، وقالت له حاضر. صدقني حتى لو مش هتعمل الحاجه هو خلاص يعني ما يقدرش يفتح بقه بعد كده، تمام؟ هي قالت حاضر وامتصت غضبه يعني. فانا بشوف ان الناس المريحه بتعرف تتكلم كلمات حلوه، تمام؟ عندها ميزه تانية خالص، ان هي ما بتلفش وتدور، تمام؟ احنا مشكلتنا كتير جدا مننا بنلف وندور على الحكايه نفسها، مع ان الحكايه ممكن تتقال كده، بس احنا كتير ما بنعرفش، ما بناخدش السكه الاقصر الدغري، ما بناخدش السكه الاقصر تخوفا من حاجات، ممكن تخوفا اللي قدامي يزعل، تخوفا مشاعر اللي قدامي حتى لو ليها يعني حتى من جوايا مشاعر كويسه ان هي يعني، بس يعني ما بتبقاش مريح. الانسان الغامض مش مريح. يعني الانسان الغامض في اي مكان دايما هو انسان مش مريح، لان الناس مش عارفه انت وراك ايه. يعني يقول لك احنا مش عارفين جاي لنا منين ولا ورا ايه ولا ما اعرفش ايه. فالراحه دي انا اعتقد ان هي برضو وجهات نظر. صح، عندك حق. مطلوب مننا نفهم احنا محتاجين ايه من الناس عشان نحس معاهم بالراحه، وبالتالي نقدر نحدد احنا كمان مطلوب مننا ايه. ما هي كل حاجه في الحياه اخد وعطا، يعني عشان انت تطلب انك انت تكون مرتاح مع حد لازم انت كمان تكون شخص مريح للطرف التاني. بس خليني اقول لكم مثلا في ناس بتشوف نفسها، احنا بنتعب قوي من فكره اللوم، الحد اللي يلومك طول الوقت، اللي ينصحك طول الوقت، اللي يضغط عليك طول الوقت، اللي يفضل طول الوقت عامل ان هو اللي عارف بكل الامور، لو كنت عملت كذا وانت ازاي عملت كذا. عارفين في ناس مثلا ممكن لو واحده جوزها بيشتري لها طلبات البيت وجاب لها الحاجه وطلع ده وحش، ده غالي، ده انت ايه اللي خلاك اشتريت الحاجه دي، ما انا قلت لك هات الحاجه دي. فالنقد، اللوم، العتاب عمال على بطال. الموظف اللي مديره في الشغل بينتهر وطول الوقت مش عاجبه اي حاجه، هو شايفه ان هو موظف مقصر وانه مش مجتهد وانه مش شاطر، لو طول الوقت بيلاقي النقد ده في شغله مش هيعرف ينجز اي حاجه، حتى لو بيجتهد ان هو يبقى اشطر ويبقى احسن هو مش مرتاح، هو محتاج حد يشجعه. محتاج حد يقول له على الحاجه البسيطه اللي هو بيعملها، برافو، حلو، شاطر، المره الجايه هيطلع احسن، انا متاكد ان شايف فيك حاجه كويسه. كلنا بنحتاج ده. لكن الزوجه العصبيه، الاخت اللي هتلاقي مثلا اخواتها بينتقدوها، انت بعيده، انت مقصره، انت ما بتساليش، انت ما بتعمليش. الحد اللي طول الوقت محطوط تحت الاسترس ده ما بيبقاش مرتاح ابدا. فلو فكرنا مين هو الشخص المريح، دور الاول انت بتبقى مرتاح ازاي، وبعدين شوف تريح الناس ازاي. انا معاكي في الكلام اللي انت قلتيه، شوفي بريحك اهو في الكلام، بتريحني. بس شوفي عايزه اقول ايه بقى، عشان عايزه اقول ان اوقات الناس بتطلب يعني في عامه يعني حاجات كده رئيسيه ليه ان الانسان، انا مش عايز اقول صفات الناس المريحه، لكن عايز اقول ازاي انا شخصيا ابقى شخص مريح، ما ابقاش شخص متعب للي حواليا، لان في ناس متعبين لكل اللي حواليهم. يعني النهارده لو في شخص مدمن في بيت، ولا هيبقى يعني هيبقى شخص متعب مش لنفسه، ده متعب للناس كلها اللي حواليه. شخص عنده مشكلة في حياته بيبقى شخص متعب لكل الناس اللي حواليه. ده في ممكن شاب ولا شاب يبقى عنده مشكلة عاطفية، هو مش هو بس اللي تعبان، ده تعب وراه عيلة بأكملها، لأن هو معرض في أي وقت إن هو يأذي نفسه أو يأذي الآخرين. فتقول لك ده شخص متعب مش عايز يجي، دماغه ناشفة. يعني دايما يتقال كده، يقول لك دماغه ناشفه، بنقول له بلاش، بنقول له كفايه، بنقول له ما تفكرش في القصه دي تاني، يقول لك لا انا بفكر فيها تاني، تقعد البنت ولا الولد ويبقى مشكله عاطفيه بتتحل، يعني تتحل ان هم ينفصلوا، لكن يقعدوا يزنوا كتير في القصه دي. لكن ازاي انا ابقى شخص مريح؟ بالاقل اقل حاجه انا رايي، وجهه نظري، يعني انت تبقى شخص بشوش مع الناس، مش شخص كشري، مش شخص يعني الناس مش ناقصها مشاكل عشان انت تقعد تكشر في وش الناس. ان انت تعامل الناس بلطف، انت انسان مريح. الموظف اللي بتدخل عنده عايز تخلص حاجه فيقول لك عينيا، بس انت ما تكلفش حاجه غير كلمتين، اقعد بس وهخلص لك الحاجه ما تقلقش، بس كلمتين يقول لك ده ريحني. أول شخص مريح في حياة كل إنسان فينا مثلا هي أمه. يعني الطفل وهو صغير مصدر الراحة ومنطقة الراحة بالنسبة له هي أمه. ليه؟ لأن هي بتريحه، بيلاقي عندها الأمان، بيلاقي عندها كل حاجة. فأوقات في ناس كتيرة تقعد تدور على الأشخاص المريحين، بس أنا رأيي إن السؤال الأهم كيف كل واحد يسأله نفسه، كيف أكون أنا نفسي شخص مريح للآخرين؟ أنت قول كيف أكون مريح؟ وانا اقول احنا محتاجين ايه عشان نحس بالراحه مع الناس. وفي الاخر هي حاجه واحده اللي انا بدور عليه عند الناس، مفروض ان انا اعمله عشان انا كمان اكون شخص مريح. هتقولي لي الموضوع صعب، صدقوني الموضوع هو مش صعب، بس ساعات بيبقى فيه طبع بيغلب التطبع بتاع بعض الناس. لكن احلى حاجه في الدنيا انك انت تروح مكان وتقول انا بحس في المكان ده بالراحه، لما بدخل بحس ان انا رميت كل همومي. لما تقابل شخص او تدور عليه وتروح له وتقول انا بحس ان الشخص ده هو مصدر راحتي، لما بروح اقعد معاه بحس ان انا فضيت ورميت كل الجبال اللي انا شايلها على كتافي. الناس المريحه تتكلم معاها على طبيعتك من غير ما تقعد تعمل حسابات للكلام، من غير ما تقول اصل ممكن يفهمني غلط، اصل ممكن يفسر الكلمه دي بمعنى تاني، وبعدين تلاقي نفسك قال وقلنا وقال وقلنا وصداع بسبب كلمه انت قلتها ما كانش قصدك ان انت تقولها، وتسمع عن نفسك حكايات انت ما تعرفهاش، انا قلت كده، انا عملت كده، ده يعني دي عدم راحه. فبتحس انك بعد كده اختصر احسن، هسكت احسن، انا مش عايز القعده دي، والمكان اللي هتلاقي فيه الشخص ده هتلاقي نفسك هربت منه. فانك تكون على راحتك مع حد، تتكلم من غير ما تفكر، وتبقى على طبيعتك، دي من الحاجات المهمه جدا. لما تبقى واثق، يعني لما تأثر مع أمك ما تزورهاش وقت طويل وتيجي بعد كده تروح لها بعد وقت، انت متأكد انها لما هتفتح لك الباب مش هتقعد تعاتبك وتقول لك واصل وفصل. اول حاجه من اشتياقها ليك هتاخدك في حضنها وتطبطب عليك وتدور تقول لك اكلت يا حبيبي لقمه ولا اعمل لك، ممكن ما تقعدش تحكي معاها حاجه. ساعات بنروح لناس بس عشان نرمي راسنا على كتفهم او نترمي في حضنهم ونعيط واحنا ساكتين وخلاص. ليه؟ لانه المكان ده والكتف ده بالنسبه لنا مصدر راحه، الحضن ده مصدر راحه، فالناس دي مريحه اللي ما تقعدش تعاتبك على الفاضي والمليان، وانت مقصر، وانت ما سالتش، وبقالك قد ايه ما ظهرتش، وما انا لو كنت غالي عندك، ولو انا كنت مهم، وانت عملت كده، وانت سويت كده. ما حدش فينا متحمل ده. لكن لما نقدر بعض، الشخص اللي يقدرك لا يلومك ولا يعاتبك ولا يفسر كلامك بمعنى واتنين وتلاته، دي ناس مريحه. مطلوب منك انت كمان تبقى كده. بص، الناس المريحه موجودين في كل مكان، لكن انا اقصد ان احنا بشكل عام مش بس مع الناس الدوائر القريبه اللي هي امي او اخويا او حد من اصدقائي، مع كل الناس. خليك شخص لطيف، خليك شخص مريح، خليك شخص سالك، بالمعنى اللي احنا بنقعد نتكلم بيه، ان انت تبقى شخص سالك مع الناس، مش ملتوي، مش بتلف وتدور، مش بتحور في الكلام زي ما احنا بنقول. خليك شخص مستقيم، يعني حتى الاستقامة ده نوع من القداسة، ان انت تكون شخص مستقيم، شخص غير ملتوي، شخص لا تؤول الامور، شخص يعني مريح للاشخاص اللي حواليك. وعلى فكرة احنا بنعرف، انت مجرد ما بتقعد مع شخص بتقول انا قعدت مع النهارده مع شخص مريح، رغم ان هو ولا استفدت منه بمعلومه ولا قال لك كلمتين، بس انت حسيت ان يعني الشخص ده مريح، طبعه مريح، ما بيتكلمش على الفاضي، ما بيقولش كلام مش جاي يثير الجدل. يعني في ناس وجودها يقول لك بس اركن لي، بس اركن انت كده على جنب، انا عارف انا هعمل ايه مع الناس دي. يبتدي يقعد في اي مكان يشعلله، يقوم الناس على بعض، يعمل مشاكل. اللي بيعدي اشخاص مريحه. يعني انا ما بقولش ان انا ضد الحكمه او ضد ان انا اكون انسان حكيم في التعامل مع الناس، لكن الشخص اللي بيعرف يعدي موقف ده شخص حكيم وشخص مريح. الشخص اللي بيعرف يبتسم ده نوع من الراحه للاخرين. الشخص اللي بيعرف يعمل حته زياده حتى لو فيها تعب شخص مريح. انا يعني ظروف شغلي ما بتقولش ان انا مفروض عليا اعمل الحته دي، بس أنا هعملها عشان أريح غيري، هعملها عشان أكون برضي غيري. أعتقد دي بتزودنا في عين الناس، أو بتزودنا في عين بعض من غير ما احنا نبقى حتى عاملين حساب. من ضمن الحاجات الحلوة اللي تخلي الشخص مريح أو تحسسك بالراحة ناحية حد، إنه بيبقى بيسمعك. لما بنبقى تعبانين أو متضايقين ونفسنا نتكلم، بنبقى مش عايزين حد يقاطعنا. وانت بتتكلم وانت بتشتكي مش عاوز حد يقول لك معلش، مش عاوز حد يقول لك طب ما انا هبه معلش. نعم، ما انت بتقاطعي. لا، انا بقاطعك مش بقدرك، انا بهزر معاك. لا يعني معلش انت وبعدين ده شغل ايه؟ يعني انت بتنصحي الناس ان احنا ما نقاطعش بعض وانت بتقاطعيني. احنا بعيد عن الهوا بقاطعك؟ لا ما حصلش. لا بتقاطعيني. لا بسيبك تتكلم براحتك. لا ما تسيبنيش اتكلم براحتي. بس. اتفضلي كملي. ماشي، حتى زمايلنا بيشاركوه برضه ويقولوا ان انا بقاطعه. بصوا انا ماليش غيركم في الاخر، انتوا اللي تدافعوا عني. طيبه قوي. ايوه اتفضلي. الشخص المريح مش هيقاطعك، الشخص المريح وانت متضايق وانت تعبان بالذات وانت بتحكي مش هيقاطعك، هيسمعك وممكن ما يديش اي رد فعل غير انه سايبك تتكلم. وانت متضايق بتبقى محتاج تخرج الشحنه اللي جواك وبس، وتشتكي وبس، مش عايز حد يقولك طب ما انا. هو انت فاكر ان دي مشكله؟ ما الناس كلها عندها، ما الناس كلها فيها. انا بتكلم وانا تعبان وانا متضايق، مش عايز حد يقول لي كده، عايز حد يسمعني. انتوا عارفين ممكن حد بس مجرد انه يخرج اللي عنده ويتكلم ويفضفض ولا يعيط حتى، لانه ساعات الدموع دي بتبقى غاليه قوي مش قادرين ننزلها قدام اي حد. بس الشخص اللي تنزل دموعك قدامه وانت مش خايف انه يشوفك قليل ولا صغير ولا يحتقر حتى من دموعك دي ويقدرها، ده شخص انت بتحس معاه بالراحه، ده انسان مريح. فكلنا بنحتاج ان نلاقي في حياتنا الشخص ده، الحد ده اللي نبكي قصاده او نبكي على كتفه من غير حتى ما نتكسف، ولا اللي هو يشوفني قليل ولا اللي يقعد يديني نصايح، لكن يسمعني وبس. الناس المريحه اللي مهما غبت عليها هيقدروا ظروفك، ومش بس يقدروا ظروفك، اللي بيعرفوا يسامحوا، اللي بيحب قوي بيسامح قوي، اللي بيحب قوي بيقدر قوي. تغيب وترجع تلاقيه كده فاتح لك ايديه وفاتح لك بابه والحياه موجوده. دي ناس مريحه. مين بقى في حياتنا ناس مريحين بنشوف معاهم كده؟ حتى معلش، انا مش عاوز دايما اقول ان الشخص المريح صفاته عامله ازاي، انا عايز اقول انا ايه الحاجات اللي انا مقصر فيها في حياتي مش مخلياني شخص مريح للناس. طب ما انت خد الكلام ده وطبقه على نفسك. ماشي، ما انا عايز يعني بس. انا عايز يبقى النهارده كل واحد فينا بيتكلم عن نفسه اكتر ما بيتكلم على الاخر. عايزين الحاجتين، يعني خد الحاجات وحولها على نفسك انك انت يعني انت تبقى مقصر في ايه فتبقى انسان مريح. واللي يكلمنا يقول انا لو تقدر طبعا تقول اسم الحد ده، تقول انا مصدر راحتي او مكان راحتي او بلاقي راحتي مع الشخص ده، بالنسبه لي مريح. فاعتبروها بقى انها يعني رساله شكر. انا برضو مش عايزين برضو انا عايز اعمم القصه اكتر من كده. اسمحي لي. نعم. يعني اقول يعني ما انا سامحه لك وانا ساكته اهو عشان بيقول ان انا بقطعك. انا عايز اقول ان احنا مش عايزين نبقى يعني اشخاص مريحين مع الناس اللي احنا بنحبهم. انا يعني اكيد الناس اللي انا بحبهم هبقى كل حاجه حلوه معاهم، اكيد الناس اللي انا بحبهم لو ضايقوني هسامحهم، اكيد الناس اللي انا بحبهم جدا لو قصروا في حقي انا مسامح وتمام و100 فل و14، اكيد الناس اللي انا بحبهم وحواليا لا انا هم بالنسبه لي يعني بيضايقوني ولا انا هضايقهم، وحتى لو ضايقني انا مسامح وهم مسامحين. لكن الاكتر من كده واللي بيسيب مشاكل كتيره جدا ان احنا مش مريحين مع الكل، ان احنا حلوين مع ناس ووحشين مع ناس، ان احنا بنفرق في لا ما تبقى مريح ما تبقى مريح للناس كلها. يعني ايه ان انا اقدر النهارده اقدم لك خدمه ويعني وما اعملها؟ طب ليه انا لازم اكون يعني انا بحبك وبموت فيك؟ انا مش حاسسها كده، بحسها ان احنا الشخص اللي يطلق عليه مريح، او انا عشان يبقى شخص مريح لاخرين يبقى مع الكل. ايه الفضل اللي انا هعمله لو انا حبيت الناس اللي بيحبوني؟ ولا حاجه ولا حاجه. احنا كلنا مع الناس اللي بنحبهم جدا وهم بيحبونا جدا 100 فل و14، عندنا التسامح وعندنا المحبه وعندنا كل قيم الحلوه عندنا، لكن بالاكتر هل تقدر تقدم ده للناس كلها؟ اعتقد ده السؤال الاصعب، واللي انا شايفه النهارده هو ده اللي لو قدرنا نوصله تبقى حاجه عظيمه جدا. استاذ شحاته نصبح عليه، صباح الفل يا استاذ شحاته. استاذ هبه صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ حاجه. صباح الورد يا استاذ شحاته. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا استاذ شحاته، ربنا يخليك. والاستاذه هبه كانت زهدانه لوحدها، خلي بالك. عايزه ترغي وعايزه تتخانق مع حد مش لاقيه. لا لا خلاص بقى، ما بيقول ان انا مش مريحه وان انا بضايقه وبيقاطعني. هي احسن واحده مريحه والله. ربنا يخليك ربنا يخليك. والله شايف الراحه ازاي؟ ممكن ازاي يكون الشخص مريح؟ ولو في حياتك حد كده بتحس معاه بالراحه في كل حاجه. الانسان المريح كلها تحبه طبعا. ايه صفاته من وجهه نظرك؟ يعني هل بتدور في نفسك ازاي تبقى شخص مريح؟ هل عندك في حياتك حد فعلا لما بتقعد معاه بتحس انك مرتاح وقادر تتكلم على طبيعتك، تشتكي، بتفرح وانت قاعد معاه تحس انك مرتاح، تقول انا مرتاح؟ طبعا طبعا، انا لما بقعد مع مراتي وبس بقول لها على اللي عندي وتريحني وتديني كلمه حلوه تخليني برضه نفسيتي تستريح، يعني حاجه حلوه صراحه. ربنا يخليكم لبعض يا رب. صباح الفل عليك يا استاذ شحاته. صباح الورد. بقول لك لما بقعد مع مراتي، شفت بقى لما الراحه تبقى. استاذ شحاته دايما بيثني على زوجته، دي انا بشوفها من الحاجات القليله والحلوه جدا اللي موجوده، يعني ان هو تشعر بالراحه مع شخص انت قاعد معاه في نفس البيت وحبه وحابب تتكلم عنه. اعتقد دي حاجه حلوه خالص. انا بس عايز اقول يعني شفنا من يومين يعني عروسه كده اتوفت وكانت كاتبه كلام، يعني لسه يعني بنوته صغيره واتوفت، وكانت كاتبه كلام الحقيقه كلام يعني ليه علاقه بالقصه دي، فكره عدم التشجيع وفكره ان احنا بنهمت بعض وبنقول كلام كتير. كانت كاتبه بوست بيقول، ممكن اقول اسمها؟ اسمها كارولين. الناس كلها تابعت البوست ده وتأثرت بيه جدا. ربنا يعني يعزي أسرتها وربنا يرحمها. وكانت كاتبة إيه بقى؟ كانت كاتبة في آخر كل يوم: أنت أم مقصرة، صديقة مشغولة، أخت بعيدة، موظفة مش شاطرة، زوجة عصبية، بنت عاقة، ما بتعجبيش حد، ويا ريت حتى بنلاقي وقت لنفسنا. كتير إحنا اللي حوالينا ما بيبقوش مريحين، بيبقوا اشخاص متعبين. تعمل شغلك يقول لك ايه يعني انت عملت اللي عليك، يعني انت بتقبض فلوس وانت يعني ما بتاخدش فلوس حق حتى لو ما اتقالتش، بس المعنى بيوصل كده. تبقي ام هايله جدا ومهتمه بعيالك وشايلهم فوق راسك وبتعملي كل حاجه من اجل ان البيت يكون ناجح، وهو يقول لك على فكره ما عادي، كل الامهات بتعمل كده، كل امهاتنا يعني كانوا بيعملوا كده، يعني ايه اللي عملتيه يعني؟ طب الله، يعني حتى الكلمه الحلوه، حتى فكره الابتسامه، حتى فكره ان انا اثني على اللي قدامي مش موجوده، ما بتلاقيهاش. هو احنا محتاجين الناس تقول لنا كلمات حلوه؟ كلنا الاجابه نعم، كلنا محتاجين الناس تقول لنا كلام حلو وتقول لنا برافو وتقول لنا كتر خيرك وتقول لنا تسلم ايديك وتقول لنا عاش تربيتك، كلنا محتاجين كده. هقول لكم بس كم تعليق، لأن بعد وفاة كارولين أصحابها دخلوا كتبوا يعني تعليقات من وجعهم أو من حزنهم لفراقها. فيعني مثلا فيهم حد كاتب: الله يرحمك يا حبيبتي، ازاي بجد ومش مستوعبة ولا متخيلة. وحد كاتب: ربنا عالم بالحزن اللي في قلوبنا. وحد كاتب لها: يا بنت يا كارو، زي ما كنت بقولك انت قلبك جميل ومحدش يستهلك، واتخطفتي من وسطينا بسرعة. لما تدخلوا تشوفوا التعليقات بتاعت صحاب كارو والناس اللي اتأثرت جدا بوفاتها وبالبوست كمان اللي هي كانت كاتباه، اللي فيما معناه ان احنا بنحتاج التقدير وبنحتاج الشكر وبنحتاج الكلمة الحلوة، لكن تلاقي نفسك في الآخر طالع وحش في كل حاجة ومقصر في كل حاجة. ليه ما بنحسش بقيمة الناس أو ندور عليهم نكتب لهم الكلام الحلو غير لما بيموتوا؟ يعني الناس بتبقى محتاجة على فكرة تسمع ده وهو ايه وهم عايشين. يعني يا فرحتي باللي بيروح يشتري بوكيه ورد ويروح يزور حد بعد ما مات في المدافن ويحط قدام قبره بوكيه ورد. على فكرة انت لو جبت بوكيه الورد ده ورحت له بيه وهو عايش هيفرق معاه في حياته وهيفرحه وينقله من حالة لحالة ويحس بالحب والتقدير ويبقى طاير ببوكيه الورد. هو انت لما تحطه قدام القبر بتاعه احسن ولا لما تديهوله في ايده ويمسك ولا هي تمسك البوكيه بتاع الورد وتبقى مبسوطة بيه؟ لما تقف قدام قبرها وتقول لها على فكرة انا انت وحشتيني، احنا كنا بنحبك، ولا تكتب لها على الفيسبوك. يعني هي هتقرا اللي مكتوب دلوقتي على الفيسبوك. انا عارفة ان الناس متأثرين بالموضوع، لكن وهي عايشة هي محتاجة وانا محتاجة واصحابها محتاجة والبني ادمين كلها محتاجين. ليه بنستنى ان احنا نفارق بعض وما نبقاش موجودين عشان نحس بقيمه بعض؟ الحياه قصيره قوي قوي ومش مستاهله، لا مستاهله زعل ولا مستاهله خصام ولا مستاهله فرقه. واللي في ايده وفي حياته حد حلو وحاجه حلوه يمسك فيها، ولو حاجه عندك بايظه صلحها، ولو في ايدك تقول كلمه حلوه قولها، لو ايدك تقدر تطبطب على حد ولا تجيب هديه ولا تجيب ورده لحد اعمل كده. ما بلاش بقى الستيكرز دي اللي بنقعد نبعتها ونكتبها على الفيسبوك، هي ما بتعملش حاجه. الحقيقه والواقع احلى بكتير واجمل بكتير. جربوا وخليكوا مصدر راحه للناس اللي حواليكوا، وما تفقدوش مصادر الراحة اللي عندكم عشان أي سبب مهما كان. احنا في وظيفة دايما موجودة لما الناس بتروح تصيف ولا حاجة، بيبقى المنقذ ده بيلاحظ الناس اللي هو مسؤول عنهم. لما يلاقي حد هيغرق هوب في ثانية ينقذه بدون تردد، حتى لو كان لابس هدوم بينزل بهدومه، حتى لو كان مشغول بحاجة، مجرد بس ما سمع صوت بيروح. احنا محتاجين كلنا نبقى المنقذ بإيه؟ انت ممكن تنقذ انسان من دمار نفسي، من انسان كان على حافة الانتحار، انسان كانت حياته بتضيع، بتشجيع، بكلمة حلوة، بإن انت تقول له انت كويس، انت تقدر، انت انسان عظيم. احنا مشكلتنا ان احنا كتير بنتفه من مشاكل بعض كلنا. وانا ممكن اكون في وقت ببقى كده، يعني ببقى اللي هو ايه، الناصح اللي عايز ينصح الناس ويوعيهم. وحتى انا ساعات ممكن اكون وانا بتكلم دلوقتي بعمل نفس الكلام ده. لا، الناس اوقات بتبقى مش محتاجة النصيحة، بتبقى محتاجة الطبطبة، بتبقى محتاجة الكلمة الحلوة، بتبقى محتاجة تقول له على فكرة أنت ليك قيمة، أنت ليك قيمة، أنت إنسان جميل، مش بكلمتين في تليفون، لكن بزيارة، بقعدة، حتى بالكلام الحلو. الناس بتيجي بالكلام. يعني على فكرة الناس مجيتها قريبة مش بعيدة، الناس مش محتاجة حاجات عويصة جدا قد ما محتاجة حاجات بسيطة في ايدينا نعملها، بس احنا ما بنعملهاش. ولما بيموتوا بنعرف نقول عليهم كلام حلو جدا جدا جدا، يا ريتنا كنا قلناه وهم عايشين. مارينا، صباح الفل. صباح النور. صباح الخير يا مارينا، اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت عاوزة النهارده يعني اعيد على جوزي، النهارده هيتجوزنا وهو افتكر من امبارح، وبقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا والاولاد طبعا. ربنا يخليكوا لبعض. انا بقدم لحضرتك هو الكلام مع حضرتك النهارده من استاذ اسحاق. ربنا يخليك يا مارينا، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وجوزك طيب، ربنا يخليكوا لبعض يا رب دايما. ربنا يخليك يا حبيبتي. سلمي لنا على السكر اللي معاكي. أيوة. مين ولد ولا بنت ده؟ لا، معايا يوسف ومكاري. مين اللي بيعيط دلوقتي ولا صغير خالص؟ مكاري. سلمي لنا عليه، اسمه جميل. الله يسلمك، كل حاجه وكل سنه طيبين. انت طيبه. شكرا يا مارينا، شكرا. ناخد بعض التعليقات عشان الناس بتزعل. قبل بس ما ناخد التعليقات نرجع بس مره ثانيه عشان نسمع ارائكم سريعا كده. العلاقات المريحة، ما فيش أحسن منها في الحياة. خلوا الرسالة أو القصة بتاعت كارولين اللي احنا قلناها النهاردة عشان نراجع نفسنا ونراجع علاقاتنا بالناس اللي حوالينا ونخلي علاقاتنا مريحة. بتدور على الراحة عند أشخاص معينين، دور كمان في نفسك إيه اللي ممكن تعمله عشان أنت كمان تبقى شخص مريح. أنت كمان لازم تسمع، أنت كمان لازم تقول كلمة حلوة، أنت لازم تسأل، أنت لازم تقدر. يبقى اللي أنا بطلبه من الناس لازم برضو أنا أدور إزاي أنا أعمله عشان أنا كمان أكون شخص مريح. ده الأهم يا هبة، صدقيني إحنا كتير بندور عايزين في الآخر يبقى حلو، بس إحنا ما نبقاش حلوين وإحنا بنبقى وحشين ونزعل الدنيا كلها، وكلامنا وحش واسلوبنا سيء جدا جدا جدا، وبنطلب في الاخرين ان هم يبقوا مريحين وملائكه وطيبين. لا، خليك انت كويس، ناس تبقى يعني اكيد يعني تخلي البدايه عندك مش عند الاخر يعني. يلا نصبح على الناس سريعا، نقرا تعليقاتهم، وبنفكركم بصفحه الفيسبوك CTV Egypt. بندعوكم مره ثانيه انكم تتابعوا الصفحه عشان ما تغلطوش، الQR كود موجود قدامكم، تقدروا تدخلوا من الكاميرا بتاعه الموبايل. صبحوا علينا، هتلاقوا البوستر بتاعنا. خليكي مريحه وانا هبتدي. ابتدي، انا ما قلتش حاجه، بس بقول للناس عشان مريحه يعني ماشي. مريحه ولا مريحه؟ مريحه الاثنين عشان انا ابتدي. لا، المعنى مختلف. طيب. مريحه ولا ايه ولا مريحه؟ يلا. ميرفت ناجي بتقول الناس المريحه هي التي لا تمسك، اللي ما بتمسكش على الواحدة، والكلمة عندهم لها 1000 معنى، وتأويل الشخص المريح المستمع جيد وبيرد باهتمام ومحبة. معاكي حق. يوسف الجنتل بيصبح علينا من الأقصر وبيقول بتابعكم من الأقصر. الشخص المريح هو الشخص القريب من المسيح. مارينا صبري بتقول صباح الخير عليكم، الشخص المريح هو اللي بيسمع باهتمام وبيصغي بسمعه، يعني انه بيكون جنبي ومعايا منين ما اروح، يسمعني، بيحس بيا، بيفهمني. كل الكلام ده جميل جدا، بس انا برضو مصر ان انا يعني، ودي حاجه مش مريحه ان انا احاول افرض رايي، يعني دي حاجه مش كويسه، بس ان انا عايز ابقى مريح مع الناس اللي مش هم حبايبي قوي، مش اللي هم في الدرجه القريبه جدا جدا، لان كلنا مع الناس اللي احنا بنحبهم بنبقى مريحين وبنبقى حلوين وبنتسامح. مش شرط لا صدقني، مش شرط ان انت تبقى انسان مريح مع الدايره القريبه منك خالص. مش قصدي الدايره القريبه، قصدي الناس اللي انا بحبهم، ولا حتى اللي بتحبه. ساعات الطبع بيغلب التطبع. انا طبعي حد مثلا ما بسمعش، انا طبعي ما بعرفش اقول كلمه حلوه وطبطب، انا كده يعني. ممكن اكون بحب حد بس طبيعتي ما عنديش اقول لك طب ما انت عارف ان انا بحبك، بس انا ماليش في الكلام الحلو، خلاص انت عارف على طول. انا حد اقول لك حاجه، انا حد مش بتاع هدايا، بقول لك ايه، خد ال 100 جنيه وروح هات اللي انت عايزه بيها. لا 100 جنيه معلش ما تجيبش حاجه، اي حاجه حطها 1000 جنيه زود زيرو بس. الفكره مش كده، الفكره بقى انا محتاج ايه، يعني لازم اشوف اللي قدامي بيحب ايه، بيفرح بايه، وانا اعمله. فهي مش فكره الدوائر القريبه ولا انك تكون انسان مريح للناس اللي حواليك، لازم تشوف بالطريقه اللي تفرحهم هم. بصي يا هبه، احنا بقالنا يومين بنتكلم في حاجه انا شايفها كويسه جدا، وشايف ان احنا لو هي دي رساله من الرسائل اللي احنا بنحاول نوصلها طول الوقت، بحاجه كويسه جدا، اللي هو كفايه احنا زهقنا ان كل واحد عايز يهتم بنفسه فقط. اهتم بالاخر، اهتم بمشاعره، اهتم بالكلام معاه، خليك انسان مريح مع الاخر، خليك انسان كويس مع الاخر. احنا محتاجين نبص لغيرنا، احنا من كتر الذات اللي جوانا والانانيه اللي جوانا بيوت باظت وبيوت اتخربت بسبب الذات. هي اصله ده جرحني وقلل من كرامتي، واصل انا كرامتي وكرامه بابي ومامي ومعرفش ايه بتاع، اصله هي جرحت لي الحته اللي معرفش حصل ايه. يا عم ايه يا عم، احنا بقينا نتكلم على نفسنا وعلى ذاتنا، وكبرنا من ذاتنا قوي وقلهنا من ذاتنا، وبقت سبب خراب لبيوت كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا. فاحنا بقالنا فتره بنعمل دعوه كفايه بقى، عايزين نخرج للاخر، عايزين نهتم بالاخر، عايزين نبقى مريحين للاخر. مش ههتم انا بالناس تبقى مريحين معي. طب تعالى خليك انت مريح مع الاخر، هتلاقي طبيعي الناس بتعاملك بلطف. وعشان تبقى مريح وعشان انت ترتاح، سامح، انسى، افتح قلبك للنور وافتح قلبك للحب. ما تقفلش بابك في وش حد جاي يخبط عليك عشان مهما كان قصر معاك ولا غاب ولا حصل. طول ما بابك مفتوح انت كمان قلبك مفتوح. فخلوا الدعوه كده حلوه النهارده، بقى نقول الحياه مش مستاهله والحياه قصيره وفيها حاجات احلى بكتير قوي. بلاش تخسروا مناطق راحتكم عشان اي سبب مهما كان. مارينا كاتبه تعليق يعني طويل شويه بس انا عايزه اقوله. بتقول خلاص مش مشكله أنا قريت التعليق مش مشكلة. إفرايم شنودة بيقول صباح الخير، أنا بحب. أنا قريت تعليق مريض على فكرة، قريت جزء منه. أوكي، لا ما أخدتش بالي من الاسم يعني. إفرايم شنودة بيقول صباح الخير، أنا بحب زوجي إديس وأولادي جوزيف وإفرايم وميركل، ربنا يخليكم لبعض، الحب حاجة حلوة قوي. ناهد بتقول صباح الخير عليكم، الشخص المريح هو اللي مشاعره صادقة تجاه الآخرين، ما فيهاش نفاق ولا لف ولا دوران. أوحش حاجة في الدنيا اللف والدوران والانتقاد، اللي بيقعد ينتقد حد طول الوقت مطلعه فيه وفيه وفيه وفيه، خلاص بيتخنق. يعني أنا محتاجة أقعد مع حد أحس إن أنا مقبول ومحبوب زي ما أنا، من غير ما تقعد تطلع فيا القطط الفطسانة يعني. في ام شنوده جرجس بتقول صباح الخير عليكم وسحاق وهبه وربنا يفرحكم، شكرا ليكي. مين كمان؟ جانيت رنا ولا اتفضل ولا حضرتك؟ لا اتفضل. جانيت غبريال بتصبح علينا، الحمد لله على السلامه، شكرا لحضرتك. عشان اكون مريح لازم اكون صادق في معاملاتي، حكيم اسمع الناس من غير ما اقاطعهم ومن غير ما اوجه لهم اللوم. يوسف انور بشكرك يا استاذ يوسف، والشخص المريح هو اللي مع ربنا وكمان اللي بيسمعني باهتمام. طيب احنا في تعليقات كثيره والنهارده التعليقات كلها حلوه، بس الوقت عمال يجري. في المعلم ابراهيم كمال بيقول حاجه، خلينا بس نصحح المفهوم شويه. بيقول الانسان المريح يقبل كل شيء من الاهانات من الاخرين، زي ما قال الانجيل الجواب اللين يصرف الغضب. يقبل الاهانات، اعتقد انها المعنى بتاعها بعيد عن الجواب اللين يصرف الغضب. هي الفكره في الجواب اللين يصرف الغضب، لو حد غضبان قوي لما تقول كلمه حلوه ما تقابلش غضب وبغضب، بتخلي اللي قدامك يهدى فالمشكله تخلص بدل ما هي تزيد. لكن ان واحد يقبل الاهانات طول الوقت، كل ده لازم يبقى فيها شويه حكمه برده وشويه عقل، هيتحول لملطشه. بالظبط كده، ما تحولش لملطشه. فانا لما اللي قدامي بيبقى شايف ان انا عادي، مش محبه ان انا اتحمل الاهانات، صح، وابقى طول الوقت بداس كده بالرجلين واللي رايح واللي جاي يغلط فيا، برده احنا لازم عندنا كرامه، ودي مش حاجه غلط ولا حاجه وحشه خالص. لكن انك تسامح حد غلط من غير قصد فيك او حتى اعتذر لك، دي حاجه كويسه، دي قوه منك انك انت تعمل كده. ففي فرق كبير قوي بين الاثنين. مش عايزين نبقى ملطشه، صح كده؟ مش عايزين نبقى ملطشه. مش اخرج فاصل ولا يلا لسه معاكم، والنهارده ان شاء الله تبقى حلقه من الحلقات الحلوه. فاصل ونرجع تاني. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آيتنا بنعمة المسيح النهارده آية جميلة دايما بنحبها، هي التتويبة الخمسة ضمن تتويبات اللي ذكرهم السيد المسيح في الموعظة على الجبل. دي المذكورة في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 5 العدد 12 اللي بتقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الرحمة ليها معنيين في اللغة العبرية، معنى اسمه الكلمة، يعني اسمها كلمة حييم، وتعني الرحم المرأة أو أحشاء المرأة، أو تعني الرأفة. وكلمة تانية كلمة حيسيد، وتعني التقوى الروحية. فلو جمعنا الاتنين كلمتين مع بعض هنلاقي هي الرحمة أو الرأفة أو التقوى الروحية النابعة من الداخل، كرحمة أو كرأفة أو كعناية الأم لوليدها، زي ما بقول الله لأشعياء النبي: هل تنسى الأم رضعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. الرحمة صفة أو كمالة من كمالات الله، إحدى كمالات الله، الله الرحوم، زي ما بنصلي ونقول: الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجو أحيا. محبة الله العظيمة ورحمته هي من نقلت البشرية من حالة الموت إلى حالة الحياة. كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، لكن الله أحيانا، زي ما بيقول معلمنا بولس: لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. كنا أموات، لكن رحمة ربنا ومحبته هي من أحيتنا. الرحمة دايما أكتر حاجة تقريبا بنطلبها في صلواتنا الليتورجية، كيريا ليسون أو يا رب ارحم. في كل طلبة أو في كل أشية في الكنيسة بنقول يا رب ارحم، الشعب بيرد، أبونا يقول الأشية والشعب يرد يقول يا رب ارحم. يا رب ارحم معناها إيه في المعنى ده؟ يا رب استجيب، يا رب تراءف علينا ولا تؤاخذنا بحسب آثامنا وخطايانا، يا رب اغفر خطايانا، لا تعاملنا بكثرة آثامنا بل من أجل رحمتك استجيب لهذا الطلبة. دايما في صلواتنا بنستمطر مراحم الله، إن ربنا يتغاضى عن ضعفاتنا وعن سقطاتنا. طيب آيتنا بتقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. مين هو الرحوم؟ مين هو الإنسان الرحوم اللي هو السيد المسيح طوبه؟ الإنسان الرحوم هو إنسان يتمثل بصورة إلهه، يتمثل بصورة إلهه زي ما بتقول الآية كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. الإنسان الرحوم عايش الحالة دي، إنه يتمثل في صورة الله. وصدقوني بصفة عامة عمرنا ما هندخل ملكوت إلا لو تشبهنا بصورة الله في كل الكمالات وفي كل الصفات الإلهية. السيد المسيح كآدم الثاني جه ادانا نموذج ان احنا للانسان الكامل، الانسان الكامل احنا اهو في كان في الجسد، لكن ادانا كل كمالات اللي ممكن نسير بيها. لذلك دايما نقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله الرب يسوع. اذا الانسان الرحوم هو انسان بيتمثل بصورة الله. الانسان الرحوم كمان بيعي انه عليه دين كبير لربنا وعايز يوفيه، عايز يوفي ربنا دينه، أو عايز نعمة ربنا اللي جواه تكون سبب، الرحمة اللي جواه تكون سبب في إن ربنا يغفر خطاياه. الإنسان الرحوم دايما إنسان يتمثل بالله، إنه يبقى إنسان رقيق، عطوف، معطاء، محب. دايما الإنسان الرحيم يبقى إنسان كده لا يدين أحد ولا يسيء لأحد، دايما كده يبقى مترفق، دايما يبقى مترفق ويبقى لطيف مع الناس. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا ووداعة وطول أناه محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا. فالإنسان العطوف، الإنسان الرحيم هو إنسان عطوف، دايما لا يدين أحد ويرق لمشاعر الناس، ودايما معطاء، دايما كده ويعطي اكثر مما ياخذ. الله دايما يعطينا ان نتمثل بيه وان نكون رحومين، او تمتلئ قلوبنا بالرحمه الذي له كل مجد وكرامه في كنيسته من الان والابد.